الحجامه نروح نزيد نشري الروبا. يا بنتي استوي راسك والكارطه ما تتعداش. يا بنتي هكا راسك وتزيد تخزلي لافوندوز وتقول لي بري يا بنتي شري من الفريت علاش تتقوي على بدنك. استوي راسك ليش نو حليمه ما كفانيش تمرمي تاع اليوم تزيدي عليا انتيا. وانا ما كفانيش قضيه الدار معون وصابون زيد جبدان الشعر. سي بون سافا عطيني نكمل. سي بون يا ربي يا ربي على شكون صبحت يا ربي باش بقعت حوايجك هكا. دخلت الكوجينه باش نسيبي قهوه يطنب شوية سينوي كبلي سعدي بالمايونيز. اوه يا حليمة اوه صابون مرة اخرى. حليمة يا حليمة يرزيكم في حليمة وفي النهار اللي تخلقت فيه حليمة. هكا يا حليمة هكا ما خليت لي ما نلبس بايا طوى بس تصيلي نوخر رنديفو مع لافوكا. لافوكا ولافوكا وعلاش هيا تحبني نفرحك؟ يلا المحكمة عملت لي عقل على فلوسي في البنكة. يلا روح جيب الفلوس من عند أمك. من عند أمي؟ أمي ما خذيت من عندها فنك مش أقوم طول مدي لها يدي. شوف اسماعيل كلمتين لو كان ما نروحش اليوم للسهرية باش نتبرع بفلوس ضحايا زلزال اليابان جيتو بخومي غير ضرح نهدها عليكم الكل. راك تعرفني واش نعمل باش تصويرتي ما تتمش وصحاباتي ما يتشمتش فيا. نعرف نعرف انتي خبيتني خاطر واحدة من صاحباتك قالت لك نتحداك لو كان تاخذ وزير وخديتك نا باش تعرفني كي نحط حاجة في راسي نعملها نعملها. شوية تمضتني باش تعملي عينيا. اسمع نقول لك انتي قلت لي مكياج لي ولو انه العزيز اللي كيفك طريفك حلو يزي. بالله لله عززت رقبتك انا لشنو عمري الخمسين سنة ما غلقتهمش. عم قديش هذا عم حرب الخليج؟ هيا يزي مترميز نتاعك برش بدلي روبتي تركواز من القلص هكا فتقلو ستاني تحل البيت تلقاها قدام عينيك. يلله يلله على التركواز مش تحط لنا الحطة الليلة؟ ميلة عيد ميلاد عرسي يلزمني كل عام نخرج عروسة. الله يرحمك يا سيلامين. بربي إلا فريدة وين كان يهزك سيلامين؟ يهزني هوك الغثمي يعرف يحتفل اللطف اش كان يموت على الكبي ما يعرف كان الخدمة ولا من الفلوس ما تنفست كان كيتوكل. اوه لفريدة الكل ها ريحتها نفتالين هذي رش عليها لطرف كونوليا وحددها تو تتنحى الريحة ودور عليها تلقاش تفتيقة خيطها وسلسلة اذا كان مهلوكة صلحها. تحبش نزيد نطرز لك عليها فوال تحطه على راسك؟ ليه ما تعبنيش روحك نعرف يدياتك ما همش اخويت لله ما تنجم تقد شيء. أمي نعم عسلامة. عسلامة حليمة تنجم تخليني أساس أنا أمي عندي ما نحكي لها؟ بالطبيعة في التعب حليمة هيا هيا وفي الكلام البرا برا. ما تقوليش بها حليمة اليوم منها كاملة لعصابها؟ ما كنت حليت لها عينيها لو كان من نهار الاول جبتها لهالدار خليتني مهدتها بالباكيتا راي عرفت قدرها. اه لا امي عاد لا لا ما يجيش هكا كيفاش الماء ماشي اللي يجي وقاعده مسكينه تعاون فينا خاطرها بنت اصل حتى اللي نلقاو بون جديده. باهي قلت عندك ما تقول احكي ان شاء الله خير. امي اقعد امي اقعد شبيك باقي اقعدنا. ماني ماني شبيكة مهما ماني مشيت نجبت في طرف فلوس كما قلت لي انت يا اخي امي لقيت البنك تسرقت مسكر عاد قلت تمشي لامي تعطيني تفتوفه من اللي عندها تحت الزليزي. هذا اللي بيك حل الكلاص تلقى الكفر خذ شحاجتك. بالحق يا امي يعيشك ويفرحك والله دوب ما تحل البنك رجعهم لامي على خوفك. شنو هالكلام هذا شنو ترجعهم لي لهم فلوس شكون مهم فلوسك زيدنا نفرح كي ولدي يحتاج لي. يعيشك يا امي وربي فضلك. امي ما لقيت شيء مني نقلتهم ونسيتينا. شوف فليجة ذيك الفليجة الكحلة أمي هاي فايرة غلبة وين حطيتهم هنا؟ كنت حطيهم في الفليجة هذيك ترى شوف شوف الحمار أي شوف
أنا قلت لك عاد الرجل رجلي حفيت بالمشوشة. إيه بالضبط أنا عارف. وهذا كاس جيج انسيبين حفصية الكل فيتامينات لرفع التحديات نحو مستقبل أفضل. نخلص بروبار. شنو أنت سشباب عملي شليك شليك تهبط لي في الشرب. قلت لك أنا جيب لي جي نهار أزقع تحب سطاني طردني ومكتهم الجيبي بس. سيدي المعارض أحضرني بشوي بشوي برك. لا 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 خلي سيدك المعارض رايف كيك سيدي. هذا الشرب وهذا البوروار. هناك الراسي الخدمة مع جماعة الديمقراطورية الكل هذا بخالص. عجبك توسي بن حليمة يتركني أنا هذا تستاهل ما كتبع في خرافات. قالك سيدي معارض تراجل من اسمه ظاهر شيوعي ماركسي مش تحبني نعمل أما خير والعادل منفذ وعقل على الفلوس متاعي ويسيدي كمسار إسماعيل. أي سيدي وهذه كعبة جاتو إنسي بن حليمة لتأهيل الشامل ورفع التحديات. أسي نخلص 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 مض 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 بيه يا إسماعيل لقيتهم شي يا أمي شي شي ما لقيتهمش. ترا ترا دردع الكلاس شوف بالك حطيتهم وراه ونسيت. خلي خلي يا عمي خلي عطاو نتصرف. اسمع علاش ما تمشيش للبنك تي الاستياج شو اسمه ذيك تو يعطيك فلوس مش هكا؟ هي صحيح هذه ما جاتش على بالي سامحني انا غلط نسيت اللي انت عمرك ولا حسيت بيا يا عمي. اجا هون اجا تو نعطيك الكبده بشومه. يعيشك يا عمي يعيشك الله لا يخليها بيك يعطيك صحة الأبدان وضوء الأبصار إن شاء الله في حجة إن شاء الله فرحة الأولاد. شو يا عمي هذا شو هذا يا عمي هذا دينار من عهد البي هذا عاود ضربك على زمان هذا فلوس ما عادش يمشيو. نعرف أي نعرف برا بيعوا تو يجيب لك برشا فلوس. نبيعوا نبيعوا نقصتهم انا يكملوا زيدوا يشدوني نبيع في الافعال. خلي مش لازم اتو ندبر راسي وحدي. صحيتك دبر راسك ما يزيش مسكنتك في داري انت ومرتك ونزيد نعطيكم بفلوس. لا يا عمي سامحني دار هذه دار عزيزي انا الوريث الوحيد هوني. اوه هذه كلمه وتقولها لامك تحب تغفرني بالحياه. اي قلب اي قلب يا عمي عاد سامحني سامحني يا عمي انت لزيتني باش نتكلم هكا. اخرج علي اخرج. Alors, qui dit travail, qui dit taf, te dit les thunes, qui dit argent, dit dépenses, qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, dit huit. Papa, fais pitié, je suis comme l'autre fenêtre. Là, quand fais pitié, quand j'ai une tonne à l'île, on a qu'à n'avoir que choisir, on chauffe chien à ma chère clé, on compte d'où il est. ترى احكي لي احكي لي شنو احكي لك احكي لي كيفاش تعدي اياماتك مثلا ولاش باش نحكي لك كل يوم نقوم الصباح كي نسلك الكل نشرب قهوتي قول لي حقا شنو حوالي الكونت باني نتاعك؟ نعم كونت باني اش ما دخل الكونت نتاعي في مشاكلي؟ تي اكبر مشكله في الدنيا هذه هي الفلوس. تصور انا ابوك مثلا اليوم عملوا لي عقله تحفظيه على الفلوس اللي عندي في البنك الكل وقاعد من غير حتى فانك تتو كونت. ايه ما يجيش والله يعيب عليهم. اش قولك نعطيك الكارنيه نتاعي تمشي بيه امورك؟ يعيشك يعيشك زيد طالع حنينه كي امك صوفيا واللي عندها مش ليها. تقصد ماما دخفة شويه؟ ايه تنجم تقول تعرف انا امك وقت عنا اول عام عز في فرنسا مازلنا نقراو تعمل هكا وتعطي الفاش نتاعنا لجماعة اس دي اف رصتنا راقدين على القاعة على الجرايد. امك مش دخفة شوية دخفة ياسر. بابا ويش هي جيتو البيبة؟ ايه جيتو ايش بدو راك من سي خارج؟
شبيك مولا باس؟ شبيك تقلبت عليا؟ تقعد جمعة ما تدخلش لبيتي، وبعد كي جيت حب نحيلي فلوسي. الباب وراك. صحيح دخفك يومك، أما كي تتنفس اتبعتني برا. حتى تشتيع طاي على أمك تستح تقولش عليك زومانة. من لبن ومن ريحة يودي زايد يا نور يا الارتيستو. ووحدك بلاستيك مشوني بلاستيك في سنك إيتوال. شنو انت وحيد في طرف الثوم انتو ما كملتو يا وقريب مزال يدور لي 285 راس نيكاو. الحمد لله اخر قطعة نشرتها من حوايج سي اسماعيل هكا هاو طاو حليمة تنجم تتوفى. يا حلومة قلت لك نزيد نعودها فك عليك بتمربين وخذني خير لك. ربي قيلني وتلهي في الثوم متاعك يا اخي فاش قام الثوم هذا الكل انت؟ ما هو كي سمعتك ما حبيتش ننتقدني يلزمني نقشر الثوم باش نشري القرد باش نكون على روحي باش نعرس. قرد ارتاح اش عملت بيه هنا العقل بعد عزي ودليلي وشيخاتي ورياقاتي هاني نعاني وينك يا ميم تيجي اشوف بنتك يما يا غالية. لا لا ما نحسبك خوان يا غالية. سيتو بلي براس أمك الحنينة يزم الغناء انت تغني منه وهي المايونيز ما عادش تحب تطلع. يا نوري بالله يفوق علينا نخليها تغني والله كله نسمعها اللحم يقنفد. يما يا غالية لا يا شمتت العدوان فيك وفيا ما نحسبك خوان. ما سماش شميتية قدك تحب تنغص علي عيد زواجي وانت يا الشباب خف روحك حذر العشاء. شنو هذا باش تحضر قزان من الثومة باش تم هالثوم الكل؟ مش نعدي نهار كامل نفسر ناو يزني نقاشر الثوم باش نشري القرد. بس تشفت اشتفى منه للا فريدة هذاك الثوم بدا يغفي يا اخي قلت له نقشروه ونقصوه ونعصروه ونحطوه في البيبز نعاولوا به. طول عمرك حاذق يا ولد تركيا القلقالة. هي وين يومك توا مدة ما ريتهاش يا للا فريدة؟ أمي تركيا ماتت 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 ثلاثة مرات نعرفها عمرها كامل كعريرة. يا حسرة يا سلامين يا حسرة. تعرفوش يحصل حاجة في الزواج شنية؟ شر العسل للا فريدة أما الباقي ما تقصش عليا ما زلت نحكي. هي العشرة الطيبة المرأة تحب تحس راجلها هكا يبشبش بيها ويدللها وياخو بخاطرها واللي تطلب طلقة. ياوي مش كي تقوله مرته العزيزة راني حابة نروح نسهرية وهذه مسألة تموت ولا حياة ويقولها برا يا للموتي وشكون شدك؟ مش هكا يا ماما فريدة؟ لا عاد كيفاش وما يجيش منه. أما بيناتنا المرأة زادة يلزمها تفهم رجلها أرمش. بالضبط يا أمي وخاصة كي يقول لها راني غاطس في المشاكل عينيا ما تقولوش هي تصويتي وما تصويتي ها والتبرع الضحايا زلزال اليابان ما كانش نهبط لك الدار على راسك. مش هكا يا امي؟ هكا ولدي اما نحيها من بالك وراس ولدي اذا لقيت اثنين متعشرين ما تقولش ما بينتهمش مشاكل شكون يهون عليهم اكل العيش؟ هي ذريه صالحه وقت اللي يحسوا بيهم هكا ويتلهوا بيهم ويهزوهم عند كبرهم مش كيما الصغار بعد ما تكبرهم وتوكلهم وتشربهم وتدللهم تسحق لهم مره في حياتك تعش يقولولك ريتو الباب مشكة يا أمي. لا لا عيب عاد عيب هذي عيب. أما نقولكم حاجة الصغار باللي يكبروا باقي يحبوا يدلوا ويعملوا على والديهم. إكزاكتومون مش البول يعايش معك قديش في نفس الدار ما يهموش فيك لا يشوفك ولا ينشد عليك نهار اللي يعملها ويجيك لبيتك تفرح تقول بوتيتر شكون يعرف فينا الموت تبدل وفيق على روحه وتفكر اللي عنده طفلة. مازلت حكايتك تطويلة شوية كهو مامي
يطلع جيك على خاطر مصلحته، خاطر حيته الكل يخمم كيف يروحوا في مصلحته. يا عمري على بنتي قلبها شحال معبي يا عمري. يا لوغ ديبانيتي بوك وحليتو له مشكلته. جو فوا با وي البروبليم ما شيري. علاش باش يخرج مرته تسهر وتبايس على صاحبتها؟ شيري قل لبنتك مفضلك التبرع لضحايا زلزال اليابان مسألة إنسانية بحتة. كنت برعتوا لضحايا الزلزال اللي تسببتوا فيه أنت وجماعتك بوندون 23 زون دقدقتوا بيه البلاد، بوتيتخ وقتها بالحق تفهم إيش معناها إنسانية. كيني مضيع حلقة هنا من اللي صاير في الدار. يللا يللا بنتي كبرت ولا تعرف تعارك.